عسلامة ومرحبا بكم. اليوم باش نشوفوا مع بعضنا طريقة تحضير الدوارة السفيقسية، إن شاء الله تجربوها وتعجبكم. عندنا دوارة كاملة مش نسمطوها في الماء، ما نخليه وكان المصان الخشان والمنديل هما اللي ما نسمطوهمش. عندنا الكرشة، هي الكرشة عندنا القلب كامل نسمطوه، ونزيدوا مع الدوارة قطع من اللحم يعطي نكهة طيبة للدوارة. عندي قطع من الكبدة، لو كبدة بقري نسلقوها 10 دقائق وبعد نزوها، وإذا كان كبدة علوش نقطعوها نية، نصبوا توا مغرفة ماكلة ملح ونخليوها تتصمت 30 دقيقة. هذايا المنديل اللي مش نلفوا به العصبان، وهذوما المصارن الجواد اللي مش نلفوا بهم العصبان، وهذوما مصارن الخشان اللي مش نحشيهم بالخليط. هذه الدوارة عندها 30 دقيقة تتصمت. هذو ما المصارن الجواد اللي مش نلفوا بهم العصبان نصمتوهم 5 دقائق ما أكثرش. حركوهم شوية كما تشوفوا، هذه هي الدوارة بعد ما تصمتت. هذوما المصارن الجواد بعد ما صمتناهم، نتعديو ونشوفوا توابل الدوارة. عندنا كاس برغل مغسول، وعندنا فلفل أكحل، فلفل أحمر، كركم وملح، عندنا عود قرنفل، 20 عود قرنفل، نرحيهم مع مغرفة صغيرة ملح. هذايا عود القرنفل بعد ما رحيناه بالملح، وعندي 200 ملل زيت. نشوفوا الخضر اللي مش نستعملوها للدوارة. هذه الدوارة بعد ما صمتناها وقطعناها قطع صغيرة، 3 ربطات معدنوس مقصوصين جويد، 8 بصلات مقصوصين مكعبات، 4 ربطات سلق قصيناهم جويد، 1 معون واسع نصب فيه السلق، نزيد نصبوا المعدنوس، ونزيد نصبوا البصل، نصبوا الدوارة اللي قطعناها، نزيدو نصبو البرغل. تجمو تعملو روز، أما من المستحسن يكون برغل. نصبو مغرفة ماكلة ملح، نص مغرفة فلفل أسود، مغرفة ونص كركم، ثلاثة مغارف ماكلة فلفل أحمر يكون حلو، ونصبوا عود القرنفل المرحي مع الملح. نجمو نزيدو مغرفة ماكلة نعناع، اللي يحب النعناع يزيد يصب مغرفة. نخلطو جميع المكونات،
نصبوا الزيت، نصبوا زوز كيسان ما يقابل 200 مليلتر الزيت، يخليها رطبة. نخلطوها بالقدا ناخذ المنديل ونخليه فيه الخليط، ونلفه ونضغط عليه، نضغط على الخليط يتماسك في بعضه، ونلف المنديل على الخليط بالطريقة هذه، نلف أطراف المنديل. توا نقص الزايد نلف أطراف المنديل باش نسكروا على كعبة العصبان، نضغط عليها بالشكل هذا، ناخذ المصران الجويد ونلفه على كعبة العصبان، نقص المصران ونربطه، من بعد ناخذ خيط قطني ونلفه به كعبة العصبان، نلفوه بالعصبانة باش ما تتحلش في المرق، من المحبذ يكون خيط قطني. نقص الخيط ونربطوه، وهذا شكل العصبان النهائي. نكمله بنفس الطريقة، نخليه المنديل على كف اليد ونصبه فيه الخليط، ونلمو المنديل أطراف متاعه نلموهم، ونكملوا نفس الطريقة. نقص المنديل الزايد ونكملوا بنفس الطريقة، نلفوا كعبة العصبان بالمصران جويد، نربطوه بعد ما نكملوا اللفين، ونكملوا نلفوها بالخيط القطني. هذا شكل العصبان النهائي. توا ناخذ المصران الخشين ونحشيوه بالخليط، نجمو نطيبو الدوارة بالكسكسي أو بالمرق أو بالبرغل، كل حد حسب الرغبة، أما أحسن وجبة هي كسكسي بالعصبان. المصران الخشين هذايا الأكثرية نطيبوا بيها برغل،
هذا شكل العصبان النهائي، ان شاء الله جربوه ويعجبكم. طريقة سهلة بصحة وبشفاء، وإلى اللقاء في فيديو آخر جديد إن شاء الله. لا تنسى الاشتراك في قناة اليوتيوب للدعم والتشجيع، فعل الجرس ليصلك كل جديد. شكرا على حسن المتابعة.